تصلني الكثير من التعليقات على الفيديوهات التي أنشرها على اليوتيوب، وهذه التعليقات تتقاطع مع ما يشيعه وينشره حزب العمال الكردستاني عني عبر أنصاره ومؤيديه وكوادره العاملين في روجافا وفي البلدان الأوروبية. هذه التعليقات في جلها اتهامات، وسبق وأن رددت عليها بما لدي من رأي ومن موقف ومن معلومة، لكن لا يمنع أن أحاول الرد على هذه الاتهامات التعليقات في هذا الفيديو، وسأحاول الرد على كل تهمة أو كل تعليق أو كل إساءة على حدة. فإلى التهمة الأولى: أنت خائن وعميل للعدو وتعادي تجربة روجافا. يا عزيزي، هذه تهمة العاجز عن النقاش وعلى الرد بالحجة والبينة. لماذا أعادي روجافا؟ يعني ومن أقنعك بهذه التهمة الخرقاء البالية الكاذبة؟ يعني أنا لا أعاني روجافا، أنا مع يعني حق تقرير المصير، حق الشعوب في تقرير مصيرها، سواء كان هذا الشعب الكردي أو أي شعب آخر، يعني شعوب المنطقة، الشعب السرياني، الشعب الآشوري، أي أقلية قومية، يعني كيف ترى مستقبلها، كيف تحدد مصيرها، لها الحق في ذلك. هذا الحق منصوص عليه في المواثيق والشرائع الدولية. أنا مع حق الشعب الكردي، وهذا شعبي بالدرجة الأولى، الشعب الذي أنتمي إليه وأدافع عن حقوقه العادلة. أنا مع حق تقرير مصير هذا الشعب، سواء كان في دولة مستقلة أو في فيدرالية أو في حكم ذاتي. يعني الشعب الكردي كيفما اختار وقرر مصيره سأكون معه، يعني حتى ولو اختار الحكم الذاتي الشعب الكردي، هذا لا يعني أنني لست مع حق تقرير مصيره في دولة واحدة. سأقف معه في 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 خياراته المصيرية والاستراتيجية، لكنني سأبقى دائما مع حقه في إقامة دولته المستقلة متى كان ذلك. هذا واضح. أنا مع حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني، مع حق الشعب الفلسطيني في دولته، إقامة دولته، فكيف لا أكون مع حق الشعب الكردي؟ القضية ليست على هذا النحو من التضليل والكذب والافتراء والاحتراء. الموضوع ليس معاداة روجافا أبدا، الموضوع انتقاد استبداد وسيطرة واستسلام حزب العمال الكردستاني لمصير روجافا، لتقريره مصير الكرد السوريين وهو حزب كردي تركي. يعني حزب العمال الكردستاني ليس له فضل على الكرد السوريين، على العكس تماما، الكرد السوريون لهم على المستوى السياسي، على المستوى الثقافي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى البشري، في كل المستويات حزب العمال الكردستاني مدين للكرد السوريين، ولا يحق لهذا الحزب استعباد هذا الشعب واستغلال مقدراته البشرية والاقتصادية على كافة الأصعدة. لا يحق لهذا الحزب استثمار الكرد السوريين كورقة ابتزاز في أجندته داخل تركيا أو داخل إيران أو في علاقاته مع النظام السوري. هذا ما أرفضه. يعني أنا لا أرفض حق الكرد في سوريا، إن أراد الكرد في سوريا الانفصال عن سوريا، إن قرروا ذلك وإن أرادوا ذلك وإن كان هنالك إجماع في هذا الخصوص، فلن أقف بضد من هذا الإجماع، لن أقف مناهضا لهذا الإجماع. يعني
سواء كان في دولة أو في فيدرالية أو في حكم ذاتي أو في إدارة ذاتية أو في أي شيء بأي شكل من الأشكال في أي طريقة بأي نموذج، إذا اتفق وأجمع الشعب الكردي في سوريا على تقرير مصيري سأكون مع هذا الحق، يعني ككردي وكسوري وكإنسان. يعني هذا يعني ينبغي أن يكون واضحا. إذن الموضوع ليس معاداة روجافا، الموضوع هو معاداة استبداد حزب العمال الكردستاني في روجافا، هو استغلال هذا الحزب لروجافا، جعل المنطقة بشجرها وبشرها وحجرها مطية لحزب العمال الكردستاني وعناصره وكوادره وقياداته. هذا هو الموضوع، يعني هذا هو موضوع الخلاف، ليس يعني مع روجافا كإدارة كسلطة كحق كمصير كشعب كقضية أبدا، الخلاف مع استبداد واستغلال حزب العمال الكردستاني لهذه المنطقة، يعني كبقرة حلوب كالبيضة التي تبيض لحزب العمال الكردستاني ذهبا، كنهر الدم الذي يدير طاحونة حزب العمال الكردستاني، تلك الطاحونة التي منذ 40 سنة نسمع جعجعتها ولا نرى طحنها غير الخراب والمقابر والاغتيالات والتصفيات والتشويه في التاريخ الكردي في الراهن الكردي، وحتى هذا الحزب مسؤول عن المستقبل الكردي يعني المهدد والمشوه، الحزب يتحمل مسؤولية ذلك. هذا هو سبب الخلاف، وينبغي الفصل. انتقاد حزب العمال الكردستاني ورفض قمعه واستبداده واستغلاله شيء، ورفض حقوق الشعب الكردي والمظلومية الكردية في شيء آخر. هنالك بعض الموجودين أو المحسوبين على المعارضة السورية هم مشتقون من النظام كالنظام السوري، يعني ينتقدون حزب العمال الكردستاني على قاعدة الاختلاف مع حزب العمال الكردستاني وعلى قاعدة التبعية للنظام التركي وعلى قاعدة رفض الحقوق القومية والهوية القومية والحقيقة القومية والقضية القومية الديمقراطية والوطنية العادلة للكرد السوريين داخل سوريا. أنا هؤلاء لا تجمعني بهم أي شيء، ليكن الأمر واضحا وجليا ومعلنا من قبلي سابقا وحاليا ولاحقا. أنت تخدم تركيا وتتلقى الدولارات من أردوغان ومن النظام التركي، ولذلك ولهذا السبب تنتقد حزب العمال الكردستاني وتنتقد وتعادي روجافا. يعني كيف يمكن هضم هذه الأكذوبة والإقرار بها، يعني هذه التهمة الأكذوبة. يا عزيزي، لست أنا من يخدم تركيا، من يخدم تركيا هو الذي صرح بلسانه وبلغة تركية فصيحة إنه يريد خدمة تركيا، هو زعيم حزب العمال الكردستاني، هو الذي صرح بهذا الكلام. ومنذ 1999 وهو على متن الطائرة في شهر شباط فبراير 99 وحتى هذه اللحظة، المعطيات والمؤشرات والدلائل والوقائع والأرقام كل شيء يفضي إلى هذه النتيجة، أنه بالفعل عبد الله أوجلان يخدم تركيا، يعني بعد اعتقاله، وكان يخدم تركيا قبل اعتقاله. من يستهدف انتفاضة الشيخ سعيد ويقلل من شأنها هو من يخدم تركيا. من قال أن كمال أتاتورك، مصطفى كمال أتاتورك، ليس عدو الشعب الكردي، ليس هو شنغوسي، إنما عبد الله أوجلان. من يقول هذا الكلام هو الذي يخدم تركيا. من قال أنه لا يوجد هنالك كرد سوريون
لا توجد هنالك قضية كردية في سوريا، لا يوجد هنالك معضلة فيما يتعلق بالملف الكردي في سوريا، لا توجد هنالك شيء اسمه كردستان سوريا. ويخدم بهذه التصريحات النظام السوري والنظام التركي والنظام الإيراني من يفتري على التاريخ وعلى الجغرافيا وعلى الديموغرافيا والواقع الديموغرافي هو عبد الله أوجلان وليس هو شنغوسي. أنا لم أقل شيئا من هذا القبيل، يعني هذه تصريحات موجودة وموثقة لعبد الله أوجلان. من قال قبل سنوات قليلة يعني أنه ينبغي تفهم حساسية الأتراك في منطقة عفرين وعبد الله أوجلان، هو الذي طالب حزبه ورفاقه ومقاتليه بالتفهم حساسية الأتراك وتركيا في الشمال السوري، ليس هو شنغوسي. وبتلك التصريحات أصبحت عفرين الجريحة الشهيدة المحتلة قربانا لسياسات ومصالح حزب العمال الكردستاني وتلبية واستجابة لتصريحات عبد الله أوجلان. من يخدم منا يعني تركيا، أنا أم زعيم حزب العمال الكردستاني وحزب العمال الكردستاني ككل؟ من يخدم تركيا؟ من يعني مقر إقامته في جزيرة إمرالي يحظى بحماية وأمن لا يحظى به قائد الأركان العامة في تركيا؟ يعني القوات البحرية التركية والقوات الجوية و يعني الأمن والاستخبارات لا تحمي بيت خلصي آكار بقدر ما تحمي سجن أو مقر إقامة عبد الله أوجلان. أنا لا يمكن أن نسميه سجنا، يعني مقر إقامة هذا ليس سجنا، طالما هنالك تواصل معلن وتواصل غير معلن بين عبد الله أوجلان وحزبه وأنصاره حتى في سوريا. ما يقال عن التجريد كله كذب. أوجلان لم تنقطع علاقته مع حزبه، ربما انقطعت لفترات قليلة، لكن علاقته مع حزبه ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة، ومطلع كل التفاصيل تصله وهو يرد يعني بطريقة وبأخرى ويقدم القرارات والاقتراحات لحزب العمال الكردستاني. حزب العمال الكردستاني الذي بلسان زعيمه هو الذي يخدم تركيا. أنا يعني لم أتنازل عن حق تقرير المصير الشعب الكردي في تركيا للدولة التركية، لم أتنازل عن حقوق الكرد كشعب أصيل وعريق أنه في إقامة دولة، حتى في الهوية القومية، حتى في المطالب القومية. يعني ما مفهوم الأمة الديمقراطية، مفهوم الأمة ما أن يتنازل الأكراد عن هويتهم القومية ونخلق شيء جديد اسمه الأمة الديمقراطية، لا أمة كردية، لا أمة عربية، لا أمة تركية، لا أمة فارسية، شيء هجين خليط اسمه الأمة الديمقراطية. يعني سابقا طبعا هذه أفكار ليست أفكار عبد الله أوجلان، يعني هذه أفكار لها جذور، الأمة الإسلامية، الأمة الاشتراكية والأمة الشيوعية في الأيديولوجيات والعقائد الدينية والدنيوية، هذه المفاهيم كانت موجودة. وعبد الله أوجلان يعني شال الأمة الإسلامية وحط الديمقراطية محلها. طبعا مش مظبوط هذا الكلام يعني. وبالتالي من قدم كل تلك التنازلات من دماء الشهداء ومن الحقوق القومية العادلة الديمقراطية والوطنية للشعب الكردي لتركيا هو من يخدم تركيا، ليس من ينتقد حزب العمال الكردستاني من يخدم تركيا، بل على العكس. يعني أنا كثيرا ما انتقدت الإسلام السياسي وحزب العدالة والتنمية، وحتى يعني هذه اللحظة سأبقى أنتقد هذا الحزب والنظام التركي بقديمه وجديده، وحتى ينفتح على الحقيقة التاريخية والحضارية لمنطقة الأناضول
وهي ليست حقيقة تركية بحتة، وهو العرق التركي ليس هو العرق السيد، وباقي الأعراق والقوميات هم مجرد عبيد وخدم عند السيد التركي. مش صحيح هذا الكلام. من ينتقد هذه النزعة الفكرية والسياسية والسلوكية في الأداء السياسي والثقافي لا يخدم تركيا، إن من يحاول شرعنة، يعني عودوا إلى تصريحات عبد الله أوجلان فيما يتعلق بانتفاضة عام 1925، وكيف يبرر على أن الجمهورية فتية والجمهورية وليدة والمحيطين بأتاتورك هم الذين وأثروا عليه، وبالتالي حتى جريمة إعدام سيد رضا أيضا يحاول عبد الله أوجلان تبرئة مصطفى كمال أتاتورك. عودوا إلى كتب زعيمكم، إلى تصريحاته، قبل يعني أن ترشقوا الناس بهكذا اتهامات. من يخدم تركيا هو السيد عبد الله أوجلان، قائد الشعب الكردي، وليس يعني هوشان قوسي. أنا أريد يعني أن أوضح ذلك، يعني أنا لا أكره تركيا، لا أحقد عليها، لا أكره الشعب التركي، لا أحقد عليه. أنا أكره الاستبداد والقمع الدموي والفاشية والعنصية، سواء كان مصدرها تركي أو عربي أو كردي أو فارسي أو بلجيكي أو أي كان. تدافع عن عائلة البارزاني، وتدافع عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتتجنب انتقاد هذا الحزب وهذه العائلة، وتتلقى الدولارات من هذا الحزب. بصراحة يمكن يعني تفهم أو فهم العداوة التاريخية المستحكمة أو المستبدة بكل تفريخات جماعة الراحل إبراهيم أحمد وجلال طالباني الراحلين، يعني إبراهيم أحمد وصهره. يمكن تفهم كل يعني هذه المسائل الموجودة المستحكمة حاليا في المتبقي من الاتحاد الوطني الكردستاني، في حركة غوران، في حركة الجيل الجديد، هذه العداوة، هذا الحقد الأعمى الذي يكنونه للديمقراطي الكردستاني ولعائلة البرزاني أكثر من حقدهم على النظام الإيراني أو على النظام العراقي أو التركي أو أي نظام استبدادي فاشي. هذا الأمر يمكن فهمه، يعني أسباب وخلفيات وتبعات وموروث كمية الحقد الموجودة المتوزعة على كل هذه التفريخات. هذه التفريخات التي يعني ترى أنه قاسم سليماني أقرب إليهم في صلة السياسة والدم والمصالح وكل شيء من يعني مسعود برزاني أو مسرور برزاني أو نيتشيروان برزاني. يفضلون شخص فاشي ودموي وقاتل مثل خامنئي أو قاسم سليماني على أخوتهم الكرد العراقيين. هذا الأمر يمكن فهمه، لكن ما لا يمكن فهمه هو هذا السر الغريب والمريع والفظيع والبشع والوقح، يعني في معاداة الموجودة المستحكمة داخل حزب العمال الكردستاني تجاه عائلة البرزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي. أنا عندما كنت أبوتشيا، عندما كنت مؤيد لحزب العمال الكردستاني، انتقدت كثيرا الحزب الديمقراطي الكردستاني، انتقدت الفساد المالي والإداري، وانتقدت العلاقات مع تركيا، وانتقدت كل هذه التفاصيل موجودة. أصلا أنصار هذا الحزب، حزب العمال الكردستاني، دائما يبرزون المقالات القديمة وقت ذاك، وهم يدينون أنفسهم. أنا عندما كنت مؤيد ومناصر وأدافع عن حزب العمال الكردستاني، انتقدت كاك مسعود برزاني، كاك جلال طالباني، نيشيروان مصطفى، كل هالتفاصيل السياسية انتقدتها.
وبالتالي الآن أنا قضيتي الرئيسية ليست حزب العمال الكردستاني. حزب العمال الكردستاني أس البلاء في كردستان سوريا وأس البلاء في كردستان العراق وحتى في كردستان إيران وكردستان تركيا. أس البلاء تبين لي ذلك، تبين لي بعد تحر وتقص وتمحيص وتدقيق والعودة إلى يعني مراجعة التاريخ وأرشيف وأدبيات حزب العمال الكردستاني، كل هذه التفاصيل يعني تبينت لي، يعني بالإضافة إلى ذلك تبين لي أين كنت مصيبا في نقد الديمقراطي الكردستاني وقيادته، وأين كنت مخطئا بعد عمليات تحري وتبين. من يقول أنه يعني أنه شنغ وسيتلقى الدولارات من الديمقراطي الكردستاني؟ الدولارات موجودة عند حزب العمال الكردستاني. حزب العمال الكردستاني اشترى ذمم الكثير من الكتاب بمقابلات تلفزيونية، مش بس بدولارات، بحضور اجتماعات هنا وهناك وبدولارات أيضا. يعني أنا أعلم يعني من الذين تم شراء أقلامهم وذممهم ومن قبل حزب العمال الكردستاني. الدولارات موجودة عندهم وعرضت علي الدولارات، وأنا رفضت دولارات حزب العمال الكردستاني طبعا، رفضت لأن الموضوع موضوع قناعة مش موضوع دولارات. هذا من جهة. يعني من جهة أخرى آل البرزاني وعشيرة البرزاني والديمقراطي الكردستاني ليسوا بحاجة لي كي أدافع عنهم. أنا انتقدتهم، انتقدتهم في جامعة زاخو، وكل من حضر أن المحاضرة التي ألقيتها في جامعة زاخو عام 2017 يعلم يعني حجم الانتقادات اللي أنا وجهتها للقيادة الكردية وللديمقراطي الكردستاني في أبرز معاقلي. أنا انتقدت الحزب الديمقراطي الكردستاني في إعلامه، في وكالة بيامنير، في الإذاعات المحلية، في حتى في باس نيوز. عندما كنت أكتب مقال أسبوعي لباس نيوز انتقدت الديمقراطي الكردستاني في الصحيفة التي هو يمولها. هؤلاء ليسوا بحاجة لي كي أدافع عنهم. تاريخهم يعني يدافع عنهم، نضالهم منذ يعني قرن، يعني على امتداد قرن، وهم حملت هذه القضية، يعني القضية الكردية في العراق والقضية الكردية في أجزاء أخرى من كردستان. هذا التاريخ يا المليء بعشرات الألوف من الضحايا. عائلة البرزاني فقط يعني دفعت، أو عشيرة البرزاني، ما بين 5 إلى 8 آلاف ضحية شهيد. هؤلاء شهداء القضية الكردية. كيف يعني شخص شريف ونزيه ويمتلك حسا إنسانيا ووطنيا أن يقفز من فوق كل هذه المعطيات والحقائق؟ يعني أنا أدافع عن حزب الديمقراطي الكردستاني، فليكن، يعني هذا شرف لي، شرف يعني لا أدعيه. يعني سأدافع عن هذا الحزب، وأنا دافعت في الكثير يعني من الخطوات التي كنت أرى أنها في محلها، مسألة الاستفتاء، قضايا كثيرة أنا دافعت عن مواقف هذا الحزب لأنه أراها صائبة. حزب العمال الكردستاني يتخذ موقفا صائبا، سأدافع عنه، ولكن حتى الآن لم أجد شيئا صائبا من هذا الحزب حتى أدافع عنه. والقضية طيب أنا أنتقد حزب العمال الكردستاني، لماذا تقحمون عائلة البرزاني وديمقراطي الكردستاني في هذا الموضوع؟ موضوعي محصور ومركز في 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 جهة معينة، في مكان معين. قضية البحث عن يعني التشكيك في الموضوعية والنزاهة بالعكس الآن يعني قناة روداو تدافع عن حزب العمال الكردستاني وهي ممولة يعني من الديمقراطي الكردستاني بشكل أو بآخر. كردستان 24 تتحفظ، هنالك خطوط حمراء فيما يتعلق في تعامل مع حزب العمال الكردستاني. يعني أنا ليس لدي خطوط حمراء،
خطوط حمراء موجودة عند روضاو، وبيشتغلوا سياسة، بيعملوا سياسة، خطوط حمراء في التعامل وانتقاد حزب العمال الكرساني موجودة لدى باسن يوسف، وموجودة لدى لدى كردستان، قناة كردستان 24. هاي الخطوط غير موجودة عندي فيما يتعلق بتحليل شخصية أوجلان، كتبه، تاريخه، أرشيفه، تاريخ حزب العمال الكرساني، قيادات حزب العمال الكرساني. أنا ما عندي خطوط حمراء، هن اللي عندهم خطوط حمراء في 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 هذا الموضوع. يعني قضية كذوبة وخرافة أنه أنت تدعم الديمقراطي الكردستاني وممول من قبلهم، أي تمويل؟ أي يعني ليت هذه التهمة كانت صحيحة يعني. لكن للأسف الشديد الكثير من البسطاء والجهلة والسذج يعني يصدقون هذه التهمة البائسة التي لا يتفوه بها إلا أشخاص بائسون. أنت عميل لحزب البعث، وأنت كنت موظفا في أفران ابن العميد، وعمك عمر أوسي، وكذا، ومن هذه الاتهامات. يعني من يطلقون هكذا اتهامات لا أعلم يعني هل يعني لقد خلق لهم الله عقلا في رؤوسهم، يعني يفترض بهم أن لا يفكروا بأقدامهم أو بقبضات أيديهم. العقل موجود في 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 رؤوسهم. هذا من جهة خلق لهم أفواها لكي ينطقوا ويتكلموا بها يعني، وأن يكونوا حريصين على مستوى هذا الكلام. أنا يعني عشت في ركن الدين 10 سنوات أو أكثر من 10 سنوات. أهل ركن الدين يعرفونني، يعني من فلان يقول أنا رأيتك في ركن، طبعا أنت رأيتني، هذا ليس سر. أنا كان لدي بيت في ركن الدين، بعته وأعد الفلوس والمصاري اللي جمعها حزب العمال الكرساني كي أخرج إلى أوروبا أو سافر إلى أوروبا. فهذا ليس سر يعني ليس كشفا. أنا كنت موظف مؤقت في مؤسسة الإسكان العسكري، عامل عادي بسيط يعني، ومجرد من الجنسية نعم يعني. بقيت فترة في تلك المؤسسة ثم فصلوني، واللي بيشتغلوا بالمؤسسة ما زالوا أحياء من الأكراد، وكثير منهم أيضا كان يعني مجردين من الجنسية، منهم حملات الجنسية السورية، ويعني ما يقارب 25 شخص كانوا يعني موجودين في الإسكان بعقود دائمة وموظفين دائمين. أنا كنت موظف مؤقت، وصارت يعني مشاكل حتى في تلك الفترة وفصلت. هذا ليس يعني ليس مشكلة. وين المشكلة؟ يعني الكثير من قيادات الحركة الكردية كانوا يعني موظفين، وزعيم حزب كان أستاذ في مدرسة أو قيادي، أو في حزب أستاذ في مدرسة، أو محامي في عضو في نقابة المحامين، أو عضو في نقابة المهندسين. هذا يعني هذه ليست شتيمة، هذه ليست شبهة، هذه ليس دليل إدانة للشخص أنه كان عميل. يعني العمالة للنظام السوري واضحة، مش قضية أنه إذا اتخذنا أنه قضية التوظيف كقرينة ضد أي شخص، فمعناته يعني كل المشكل أغلب الكرد الذين كانوا موظفين في مؤسسات الدولة السورية كانوا عملاء للأمن. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح يعني. هذا من جهة. من جهة تانية حزب العمال الكرساني وقيادته يعرفون، لأنه أنا كل ما كنت أستدعى للتحقيق كنت أبلغهم، والإيميلات موجودة يعني لدي بالساعة والتوقيت والمسائل. هي كان في نوع من التنسيق عندما كنت مؤيد لحزب العمال الكردستانية. أما قضية عمي عمر أوسي فأنا هي حكيت فيها كتير، ويعني سأنشر أسفل هذا الفيديو رابط جزء من ما حكيته بهذا الخصوص. يعني عيب هذا المستوى، هذه السوية يعني. أكرر يعني
عمر أوسبي في وضعه الذي لست راضيا عنه أبدا أشرف وأكثر وطنية وأكثر ديمقراطية من عبد الله أوجلان لصالح مسلم. أنا أعلم تماما عندما كان يتصل صالح مسلم ويترجى عمر أوسي في آل دار خليل الذي كان يلتقي بعمر أوسي كل مش بس هيك مش عمر أوسي موقفه من حزب العمال الكرساني كان يعني موقفا سلبيا منذ متى؟ منذ قضية التجمع، حزب التجمع يعني، وهذا موضوع آخر. بمعنى يعني استهداف هوشانغ باستهداف عمه هذا أسلوب رخيص ووضيع وحقير وبائس وتافه وبشع يعني. وأتمنى أن يتوقف أنصار حزب العمال الكردستاني عن لوك هذه الـ 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 العلكة يعني، علكة الغجر، والغجر أشرف منهم يعني بصراحة، مع احترامي للغجر وعدم احترامي الشديد لمن يثرثر ويتفوه بهكذا طريقة عندما يحاول النيل منه شانغوسي. نعم قلتها وأكرر، أنا على قطيعة مع عمر أوسي منذ الأزمة السورية، لكن الحق يقال، عمر أوسي في أسوأ حالاته أشرف مليون مرة من عبد الله أوجلان ومن صالح مسلم ومن آل دار خليل ومن مصدوم عبدي ومن باهوس أردال ومن جميل بايك ومن كل هذه الثلة الممسكة بخناق القضية الكردية في تركيا وفي إيران وفي سوريا. نقطة من أول السطر، أنت تنتقد لمجرد الانتقاد وتعارض ولمجرد المعارضة والحصول على الشهرة وتنال من دماء الشهداء وتنال من عوائل الشهداء وتنال من القضية الكردية، أنت خائن وعميل وكل هذا الكلام إلى آخر هذه الاتهامات. لهؤلاء البسطاء أقول أنا أنتقد لأن النقد حق، أنا أنتقد لأن هنالك فظائع وكوارث وجرائم يقترفها حزب في حقكم. أنتم لا تجرؤون على الكلام أو يعني، وأتفهم ظروفكم أيضا يعني، أنا أنتقد لأنه هذا واجبي، بالإضافة إلى أنه حقي، هذا واجبي، واجبي الإنساني، واجبي الثقافي، واجبي الوطني، واجبي الديمقراطي، أن أنتقد الفساد، القمع، الاستبداد، الظلم، الاستعباد. أنا أنتقد لكي تعلم بأن ما أقوله هو يعني يمكنك أنت أيضا أن تقوله دون خوف، دون خوف يعني. القضية قضيتك مثل ما هي قضيتي يعني، وأقول هذا يعني كلامي موجه لكل الكرد السوريين يعني. أنت بإمكاني السكوت عن هذا الموضوع يعني وتجاهل، والتفت وأركز على الجوانب الأدبي والثقافي، وأعتقد يعني هنالك يعني فيما يتعلق في على الصعيد الإعلامي لي حضور لا بأس به يعني، معروف في الأوساط العربية والأوساط الكردية والأوساط التركية وفي بلجيكا وفي بلدان عربية أخرى. فيعني أنا لا أعوز الشهرة، حتى الشهرة التي تأتيني من وراء انتقادات حزب العمال الكرساني هي أي شهرة، تأتيني شتائم وإهانات والتهديدات بالقتل والتصفية والتخوين وكل هذه أي كل وجع راس ويعني توتر ووضع نفسي يعني يؤثر على نفسيتي، يؤثر على اهتماماتي الأخرى. بإمكاني أن أطوي الموضوع وأنتهي وأضعه، لكن يعني المشكلة يعني في شغلتين، في الضمير وفي الوعي. يعني ضميري يملي علي عدم السكوت ومعرفة الأمور
حقائق الأمور أيضا تملي علي بأنه لا ألتزم الصمت. أنا أمتلك قدرا من الحرية، من هامش الحرية لا يمتلكه أبناء القامشلي والدرباسية، رغم أنه يعلمون يعني أنه هذا الكلام الذي أقوله في جزء كبير منه، لا أقول كله، كلام صحيح، كلام صائب، يراد به حق السكوت والمبررات عن أنه هنالك أزمة، هنالك حرب، هنا نحن مستهدفون من تركيا وينبغي التزام الصمت، وكل هذا هذا يعني كلام ممجوج مضحك باطل يراد به باطل. فقضية أنه الأعداء يستفيدون، أنا ما علاقتي بالأعداء، الأعداء تستفيد من عبد الله أوجلان، من تصريحات عبد الله أوجلان. يعني عبد الله أوجلان في أنتم تنتقدون مهند القاطع، هو يعني يستحق النقد. تنتقدون برهان غليون، يستحق النقد فيما يتعلق بالوجود القومي الكردي في سوريا، هذا الوجود المغل في التاريخ الحقيقي الذي يملى عليه يعني طبيعات سياسية ومعطيات سياسية. تنتقدون هؤلاء الأشخاص، تنتقدون محمد جمال بارود، تنتقدوه، لكن أولى بكم أن تنتقدوا عبد الله أوجلان. عبد الله أوجلان كزعيم حزب قال كلاما في منتهى الخطورة، أخطر من كلام مهند القاطع، زبير سلطان، مين بتكون كمان، محمد جمال بارود، سهيل زكار. كلام أوجلان كان أخطر من كلام كل هؤلاء، من مثقفين ومؤرخين وسياسيين وكتاب وباحثين، كلام في منتهى السوء وفي منتهى الخطورة، ولم يكن كلاما يعني تكتيكيا كما حاول أوجلان تبريره وقت ذاك، لا، هو كلام استراتيجي. هو والواقع الحالي أوجلان ماذا كان يقول؟ أنه نحن نرحل، نعيد ترحيل كرد سوريا الذين أتوا الهجرة من الشمال إلى الجنوب، الآن هي هجرة معاكسة من الجنوب إلى الشمال، والنظام السوري راضي عن ذلك. هذا كلام عبد الله أوجلان موثق بالحرف والنص، موجود في كتاب سبعة أيام مع أبو. فالذي يلتقي به بشكل مباشر، الميت التركي يلتقي به بشكل مباشر، الفيديوهات المسربة لعبد الله أوجلان، أنتم شفتوا الوضع المزري لعبد الله أوجلان في المحكمة وفي تلك الفيديوهات، وماذا يقول؟ راجعوا كتب أوجلان، كتب أوجلان، كتبه، كتب حديثه عن الإرهاب الموجود داخل حزب العمال الكردستاني، هذه الكتب قبل أن تصل إليكم تمر من الميت التركي. الميت التركي يدقق هذه الأدبيات وهذه الكتب وهذه التصريحات كلمة كلمة. كيف يستفيد الأتراك من هالمعلومات ومن هالتفاصيل ومن أصلاً الميت التركي بيطلع على كل شاردة واردة داخل حزب العمال الكردستاني. يعني لست أنا من يزودهم بالمعلومات، قيادات الحزب من أوجلان وجر يزودونهم بالتحليلات فإذا الذي يقدم خدمات كبرى فيما يتعلق بتحليل حزب العمال الكردستاني والمجتمع الكردي، ويقدم مشاريع الأمة الديمقراطية والجمهورية الديمقراطية، وكيف يعني يتم استهداف القضية الكردية والهوية القومية الكردية والوجود القومي الكردي داخل وخارج تركيا، اللي بيقدم هيك مشاريع واستراتيجيات هو عبد الله أوجلان وحزبه، ولست أنا. على العكس، أنا أقف في الضفة المنايدة لهذا السلوك يعني ولهذا المسعى اللي يصب في طاحونة الأكراد تحت شعارات القضية الكردية والحقوق القومية الكردية، والزعيم وقائد الشعب الكردي القائد النتوي والقائد النووي ما مستى عبد الله أوجلان. هنالك من يقولون سجين، شو سجين؟ يعني السجن دفع
لم يرجع، يعني السجن والاعتقال والتعذيب لم يدفع مظلوم دوغان للتراجع عن الحزب وعن مطالب الحزب في الدولة القومية الكردية. مظلوم دوغان أصلا رفض مفهوم الأبوتشية، قال هذا مفهوم ريفي بدائي ومتخلف ومشوه. قيادة حزب العمال الكردستاني تبنت هذا المفهوم من أوجلان، حتى هذه المفاهيم رفضها مظلوم دوغان. كمال بير قيادات سجينة في حزب العمال الكردستاني وكانت موجودة مع خيري درمش وكمال بير. خيري درمش كان يتهم أوجلان بالخذلان وأنه يعني أول من هرب، حتى قبل اندلاع أو القيام بانقلاب 12 أيلول عام 1980 بأكثر من سنة، عبد الله أوجلان ترك تركيا. لماذا ترك؟ وأنا سبق وأثرت هذه القضايا، قال أنه تنبأ بحدوث الانقلاب، تنبأ بحدوث الانقلاب ولم يتنبأ باعتقاله، تنبأ بحدوث انقلاب في تركيا ولم يتنبأ بقضايا كثيرة في تاريخ حزب العمال الكردستاني. هذا المتنبأ الجوي والسياسي والتاريخي والفلسفي والفيزيائي والفكري، وأصلا عبد الله أوجلان ما بيترك شيء وما بيحكي عنه. كتب عبد الله أوجلان إذا يعني طرحت على لجنة علمية لفحصها في مسألة المنهجية والمسائل هيك راح يحطوا إكس على الفيلسوف المفكر، يعني لأنه في كتير من الملاحظات العلمية والمنهجية والأكاديمية التي تسجل على كتب عبد الله أوجلان، الفيلسوف الحجة القطب الجهبز الماموستا عبد الله أوجلان هو من يحظى بحماية الدولة التركية، وهو من يخدم الدولة التركية بعظمة لسانه وبسلوكه وبفعله وبكتبه. هذا إذا كانت هذه فعلا كتبه، يعني هنالك شبهة حول هذا الموضوع، يعني الأتراك لا يستفيدون من، على العكس، انتقاداتي لحزب العمال الكردستاني تفتح أعين الأكراد، تفتح أعين أنصار حزب العمال الكردستاني. والأتراك يريدون أن يبقى الشعب الكردي أسير ورهين أكاذيب وأباطيل حزب العمال الكردستاني، هذا هو الفرق. يعني أنا لا أخدم، بالعكس، يعني أنا بالضد من الاستراتيجية العنصرية الفاشية التركية التي تستهدف المطالب الكردية، وما زالت هذه الاستراتيجية تحاول أن تسوق وتقدم حزب العمال الكردستاني على طليعة نضالية وثورية وما بعرف شو ومن كل هذه القصص. تثير الشائعات حول نفسك، من أنت حتى يستهدفك حزب العمال الكردستاني؟ من أنت؟ يعني بالعكس، حزب العمال لا يكترث بك، هنالك قضايا كبرى، هنالك مشاكل كبرى تشغل بال حزب العمال الكردستاني، فأنت تثير البلبلة والفتنة. طيب اقترب مني قليلا سأقول لك من أنا. اقترب أكثر؟ لا، بعد شوي كمان شوي خليه. أولا، حزب العمال الكردستاني عندما يستهدف شخصا بالتصفية السياسية أو بالتصفية الجسدية لا يرسل بيانا أو رسالة أو تنويها موقعا باسم الحزب ومختوما وعليه طوابع وعليه ختم المختار وتوقيعه مختار بيدا أو مختار بككا في بلجيكا أو في المدن الأوروبية، ما بيساوي هيك. يعني من الغباء والجهل أحيانا أن واحد بيسأل أنه وين الدليل؟ الدليل مش هيك، الدليل لا توجد، يعني جريمة المجرم يقدم أدلة استباقية على اقترافه لأي جريمة. هكذا فعل حزب العمال الكردستاني على امتداد تاريخه، يعني فيما يتعلق بعمليات التصفية في أوروبا أو في سوريا أو في الجبال، لا يقدم الحزب، لكن الحزب يسوق
لعمليات التصفية على المستوى الداخلي، على المستوى الإعلامي، الاستهداف السياسي، التضليل السياسي. يعني موقع ليكولين كموقع للبحوث ودراسات الاستراتيجية الأمنية التابعة للحزب، عندما يستهدف كاتبا بكل تلك الاتهامات، بكل تلك الـ 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 يعني كل ذلك التخوين، ماذا يعني ذلك؟ عندما في القواعد الحزبية وفي الاجتماعات، عندما يعني يتم الحديث حول هوشنغ وفيديوهات هوشنغ، عندما مستوى الرقابة، مستوى المتابعة لهذه الفيديوهات من جبال قنديل إلى ألمانيا، أعلى نسبة مشاهدة للفيديوهات موجودة في ألمانيا، في الوضع السوري المزري، يعني يعني نسبة يمكن سوريا في المرتبة الثانية في مسألة مشاهدة الفيديوهات، رغم أن ما في انترنت، ما في كهرباء، ما في أي شيء، لكن هنالك نسبة مشاهدات لهذه الفيديوهات، وهي نسبة مقبولة، يعني هي فيديوهات طويلة ليست بالقصر، لكن كل هذه التفاصيل وغيرها أكثر يعني تشير إلى أنه حزب العمال الكردستاني يستهدف أوشنغ لأكثر من سبب. أنا ذكرت أنه أنا أتكلم باللغة، أنتقد الحزب باللغتين العربية والكردية، ولي يعني المنابر التي كنت أنشر فيها، وهذا يعني بخلاف ما كان يكتبه أو ينشره منشقون آخرون لحزب العمال الكردستاني. يعني ذكرت سابقا وأكرر، يعني السيد سليم شروكايا في القناة الديجيتال تي في خاني تي في يقدم حلقات مهمة جدا، التاريخ الخفي أو التاريخ السري أو التاريخ الغير المعلن لحزب العمال الكردستاني، ويلتقي يعني بمع قيادات سابقة لكن باللغة التركية، للأسف باللغة التركية. القيمة البحثية والوثائقية لتلك المقابلات جد مهمة، لكن طبعا حزب العمال الكردستاني يتابع تلك المقابلات أيضا، يعني مش أنه يركز على هوشنغ ويهمل الأمور، لا، لكن هذا الحزب خصص أناس يتابعون سليم تشروكايا، أناس يتابعون صلاح الدين شليك، أناس يتابعون هوشنغ أوسي، وهكذا. الترتيب الأمني في مسألة المتابعة لهؤلاء الأشخاص اللي بينتقدوا حزب العمال الكردستاني واضح، عدا عن شخصيات أخرى. فحزب العمال الكردستاني لو كنت في روجافا لكان يعني ابتلعني مثل ما ابتلع آخرين، يعني لو كنت في كردستان العراق أيضا، مستقر في كردستان العراق، لكنت الآن مستهدف، يعني هذا واضح. إذا استقريت في تركيا أيضا سأكون مستهدفا، وهذا واضح. وهنا أيضا ليس من المستبعد أن يعني أن يتم استهدافي في الزمان والمكان اللي بيحدده حزب العمال الكردستاني، وأنا لا أكترث بهذا الموضوع. يعني أنا أقول كلمتي وأقول رأيي بوضوح وصراحة، ولا يعني أخضع هذا الرأي والكلمة للتفاوض والابتزاز والمساومة. باختصار حاولت في هذا الفيديو الرد على هذه الملاحظات وهذه الأسئلة، وأتمنى من يشاهد هذا الفيديو أن لا يكرر هذه الأسئلة مرة أخرى، أن لا يكرر الأسئلة التي ذكرتها، لأنه يفترض به حصل على الإجابة في هذا الفيديو. كما أتمنى من الناس اللي بيكتبوا بأسماء مستعارة والبعض أنا أعرفهم، يعني أن يتحلوا بقدر من الكياسة واللباقة واحترام الذات والشجاعة. إن أردتم أن تنتقدوا هوشنغ انتقدوه بشكل صريح واضح، وليس يعني التواري خلف أسماء مستعارة، هذا جبن، وهذا يعني ليس من الرجولة في شيء، وليس من الثقافة بشيء والأخلاق في شيء أن تستهدف شخصا خلف اسم مستعار.